بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 5. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيجن، هنحل 2 موديل الاكزام من كتاب الاسسمنت بوك كتاب المعاصر بيج 51 and 52 استعدادا لامتحانات شهر نوفمبر ان شاء الله. يلا بينا نبدا يا جريد 5 مع بعض. موديل اكزام نمبر 1. نمبر 1 كومبليت ذا فولوينج سنتنس. نمبر 1 وي كان بروتكت كورال ريفز فروم سبيس by transferring some small pieces of coral into space. احنا بنقدر نحمي الكورال ريفز من عملية ايه؟ برافو، عملية البليتشينج اللي هي ابيضاد الكورال ريفز عن طريق ان احنا ننقلها لمنطقة سميناها ايه؟ نيرسري. نيرسري عاملة زي الحضانة كده، نحتضن فيها الكورال ريفز لحد ما تكبر وتحتفظ بالالوان بتاعتها. نمبر 2 the state of an ice cube is، طبعا الايس كيوب يميس هو solid state، هنكتب هنا solid state. while the state of the air we breathe is، الاير طبعا هو gas state. نمبر 3 sea birds feed on the، السي birds بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على السمول فيش. which feed on السمول فيش بقى بتتغذى على ايه؟ السمول فيش يميس بتتغذى على المايكرو اورجانيزمز. برافو عليكم. ذس فلوت اون ذا سيرفيس اوف ذا سي. نمبر 4 بارتكلز اوف ليكويد ماتر كان موف مور فاستر ذان بارتكلز اوف ليكويد، بيتحرك اسرع من السوليد، عشان احنا قلنا السوليد باكد توجذر ما عندوش حركه خالص. اند مور سلوور ذان بارتكلز اوف جاز مطر. بعد كده ندخل على question number 2 give a reason for. give a reason for يعني قول لي ليه. liquid take the shape of their container، ليه انا لما احط liquid في container هياخد الشكل بتاع الكونتينر؟ حطيته في شكل ازازة مثلا كده هياخد شكل الازازة، حطيته في شكل حوض هياخد شكل الحوض، حطيته في شكل مدور هياخد شكل المدور. ده بالنسبة للليكويد. ليه؟ because particles of liquid can slide over each other، الجزيئات بتاعت الليكويد بتقدر ان هي يحصل لها slide يعني تنزلق فوق بعضها البعض. question number 2 both true or false. number 1 matter consists tiny of tiny moving particles، هل المطر بتحتوي على tiny moving particles؟ برافو، true. number 2 energy remains in an ecosystem and transferred between it component، هل الانرجي بتفضل ثابته مجرد ان بيحصل لها انتقال ما بين مكونات الايكو سيستم؟ that's true. number 3 microorganism can make their own food، ايوه احنا قلنا المايكرو اورجانيزم والالجي والبلانت الثلاثه بيقوموا بالفوتوسينثيس بروسيس وبيقدروا يعملوا الفود، يبقى that's true. number 4 natural gas used in gas oven has definite shape and volume، هل الناتشرال جاز ليه definite shape and volume؟ false، الناتشرال جاز no definite shape and volume، بتحط هنا كلمة no definite shape and volume. question number b cross out the old word، الكلمة المختلفة هنعمل عليها cross، خلي بالك عشان السؤال ده مهم جدا. عندنا water air wood and light، مين هنا الود وورد؟ طبعا يميس الووتر والاير والوود الثلاثه يعتبروا ماتر، المختلفه عندنا هنا هي اللايت. اللايت تعتبر انرجي، نركز بالنا ونخلي بالنا ان اللايت يعتبر انرجي. نمبر 3 write the scientific term. نمبر 1 an area، بيسالك على الاريا in the ocean where scientists take care of small pieces of coral reefs until they grow up، اسمها ايه؟ سميناها nursery، سميناها nursery. number 2 turning of color of coral reefs completely into white، العملية دي سميناها coral bleaching. coral bleaching يعني ابيضاد المرجان. number 3 the tool used to measure the length of a wall، احنا بنقيس طول الحيطه بايه؟ طبعا بالميجرنج تاب اللي احنا بنقول عليه المتر. number 4
anything has a mass and a volume, ده definition بتاع المطر، اتحفظت خلاص. اخر question معانا في المودل exam number 1، what happened to grasses disappear from an ecosystem؟ لو حصل اختفاء للجريسيس للعشب، الايكو سيستم may be destroyed. وكده برافو، خلصنا اول مودل exam مع بعض. يلا بينا ندخل على بيج 52 ونحل مودل exam number 2 استعدادا لامتحانات شهر نوفمبر. مودل exam number 2 choose the correct answer. number 1 the coral bleaching means that the coral reefs turn completely into، هي اسمها coral bleaching يعني ابيضاض المرجان، يبقى الكورال ليفز هيتحول للون الايه؟ red white green بلاك، هيتحول للون ايه؟ برافو، هيتحول للون الوايت. number 2 the particles are packed tightly with each other، الجزيئات اللي بيحصل لها packed with each other دي بتكون طبعا solid، يبقى احنا هندور على حاجة solid. water oxygen wood vinegar، vinegar يعني خل، يبقى طبعا اللي بيحصل لها packed tightly هي solid هي الwood. number 3 when coral reefs space the sea water they may ingest microplastic، الكورال ريفز يا ولاد لو نفتكر مع بعض قلنا حيوان المرجان بيبقى عامل بالشكل ده وبيكون عنده هنا زي مصفى عشان تدخله المية ياخد منها المايكرو أورجانيزمز اللي هو بياكلها ويخرج المية مرة تانية. تمام؟ تمام. طيب يبقى الكورال ريفز هيعمل ايه للسي ووتر؟ هيعمل يميس فلتر، هيفلتر السي ووتر، هتدخله المية هيفلترها، هياخد منها المايكرو أورجانيزمز اللي بيتغذى عليها ويخرج الحاجات اللي مش محتاجها اللي هي المية. طب يما هيدخله المايكرو بلاستيك هتعمل له ايه؟ هتعمل له هارمفول، هتأذيه. number 4 the amount of space that the matter takes up is called، ال amount of space سميناها على طول كلمة volume. question number b what happened to the size of balloon when you blew it up، بالونة اهي انت بتنفخها هيحصل لها ايه؟ it will increase، او ممكن تقول it will increase in size يعني حجمها هيزداد. question number 2 write the scientific term. number 1 a process of returning a habitat back to its natural state، العملية اللي برجع فيها الهابيتات اللي هي البيئة بتاعتي للناتشرال ستيت اللي ربنا خلقها before harm was done، قبل ما يحصل لها ضرر بفعل أنشطة الإنسان، سميناها إيه؟ سميناها habitat restoration، habitat restoration. number 2 it's the harm that happens to the water due to human activities، الضرر اللي بيحصل للمية نتيجة أنشطة الإنسان طبعا هو تلوث الووتر، اسمها إيه؟ water pollution، water pollution. number 3 a copy that is similar to real thing which we cannot observe in it with our eyes، طبعا هي كوبي من الاشياء الحقيقيه سميناها موديل. number 4 a device used to examine objects that are too small، اجزاء حاجات بتكون صغيره جدا to be seen with naked eye، مش هقدر اشوفها بعيني فانا بستخدم لها device، اسمه ايه؟ طبعا قال لك تو سمول، ما قالكش تايني، تايني يبقى الكترون مايكروسكوب، تو سمول يبقى نورمال مايكروسكوب. question number b give a reason for death of algae may lead to moving shark away to another space a place، ليه لما تموت الالجي الشارك هيتحرك ويروح لمكان تاني؟ هنقول له because sharks feed on different fish، بيتغذى على أسماك مختلفة، that depend on algae to get their food، لأن الشارك بيتغذى على الفيش والفيش دي بتعتمد على الألجي كغذاء ليها. نقول كمان مرة because sharks feed on different fish that depend on algae to get their food. كلام جميل، يلا نكمل مع بعض اخر كويتشن معانا. complete the following sentence. number 1
We can classify the types of matter into liquid, we solid, we gas. خلاص حفظناها. Number two, sea space cannot differentiate between jellyfish and a piece of. طبعا sea mean sea turtles, السلحفاة المائية. مش بتقدر تفرق ما بين الجيلي فيش والأ piece of plastic, وقطعة من البلاستيك. قلنا كيس البلاستيك بيبقى عامل كده, عامل زي الجيلي فيش بالظبط. هي يا عيني غلبانة ما بتقدرش تفرق ما بين الجيلي فيش والبلاستيك, فبتاكل البلاستيك على أساس إن هو جيلي فيش, فبيحصل لها harmful. Number three, water vapor particles are loosely packed. يبقى البخار بتاع المية loosely packed, يعني التماسك بتاعه بيكون ضعيف. So that water vapor don't have definite, ما عندهاش ايه, no definite shape and no definite volume, لأنه gas. Number four, when the number of primary consumer decrease, the amount of producer will increase, لأن مفيش حد هياكل البروديوسر. And the number of tertiary consumer will, عدد التيرشري كونسومر هيحصل لها ايه, هيحصل لها decrease. اخر question معانا, look at the opposite figures and answer. طبعا احنا عندنا هنا الهاك والرابت والجريسز. الجريسز دي تعتبر ايه, تعتبر البروديوسر, هياكلها الرابت او الماوس او الجريس هوبر. الرابت مين اللي هياكله؟ هياكله الهاك. طيب الماوس مين اللي هياكله؟ هياكله السناك. الجريس هوبر مين اللي هياكلها؟ هياكلها الفروج, وبعد كده هيتغذى عليه الهاك. طيب this is considered as, طبعا ده دي مجموعة من السلاسل. انا عندي كده اهو, عندي كده لما يحصل ان الرابت هياكل الجريس والهاك هياكل الرابت, يبقى دي سلسلة. تعالوا نشوف السلسلة التانية اهي اللي في النص دي. الجريس هياكلها الماوس, الماوس هياكله السناك, السناك هياكله الهاك, يبقى دي كمان سلسلة. تعالوا نشوف السلسلة اللي بعد كده اهي. الجريسز هياكلها الجريس هوبر, والجريس هوبر هياكله الفروج, والفروج هياكله الهاك. يبقى ديت فود تشين ولا فود ويب؟ انا كده عندي هنا تشين وعندي هنا تشين وعندي هنا تشين, يبقى انا عندي ثلاثة تشين, يبقى اسمها فود ويب. نمبر 2, سناك كان فيد اون. السناك بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على الماوس, وممكن يتغذى كمان على الفروج. كده حبايبي يكون خلصنا حل الموديل اكزام نمبر 1 اند 2 من كتاب المعاصر, بيج 51 اند 52 من كتاب الاسسمنت, استعدادا لامتحانات نوفمبر. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح, وتجيبوا الدرجات العالية في مادة الساينس. انتظرونا مكملين مع بعض حل سلسلة اسئلة النوت بوك او الاسسمنت بوك, وبعد كده ان شاء الله نبدأ مع بعض نشرح اليونت الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو شاركوا معنا في القناة, وننزل نعمل لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.